بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بأسماء آيات التهاني والتبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيد علينا وعليكم هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأنتم ومن نحب في أتم الصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. عيدكم مبروك ومن العايدين، والله حي الضيوف الحاضرين، مرحبا في يوم عيد، عيدنا شوفت مطار.